قوتها مش محدودة في الدفاع وفي الحرب داخل الساحة الحمراء وبعد ذلك. بعون من الله وتجسيدا لإرادة الشعب العربي ووفاء لشهدائنا الأبرار وتتويجا لتضحيات شعبنا، سيرتفع اليوم على أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. الحاجة الوحيدة اللي نخاف منها واللي تعطينا خبطة قوية بل وتصفينا هي قضية القبلية. هي على كل حال لما تولي تكتلات صغيرة تولي لفت القبلية راجع وتولي المصالح نابعة أساسا من مصلحة قبيلة، وبالتالي يولي تولي السرقة، يولي الحوث، تولي البليعة، وبالتالي يولي الركوع.